لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة من الفاسد المأزوم نتنياهو أو العجوز الخرف جالانت، ولا من وراءهم من داعمين ومتباكين من صهاينة البيت الأبيض يستطيعون أن يأخذوا أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام. تمكن مجاهدونا بفضل الله من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال هذه الأيام العشرة بحسب ما تم توثيقه لدينا حتى الآن، بين ناقلة جند ودبابة وجرافة في مناطق الشجاعية والزيتون والتوام والشيخ رضوان، وفي مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون جمال القطاع، وفي محاور التقدم شرق دير البلح وسط قطاع غزة وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وقد هاجم مجاهدون هذه الآليات الصهيونية بالقذائف المضادة للدروع من طراز الياسين 105 وقذائف التاندم وعبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي، كما تمكن مجاهدون بعون الله وتوفيقه من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية ضد هذه القوات الغازية النازية خارج الآليات. تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة المتحصنة في البنايات بالقذائف المضادة للتحصينات والأفراد، ونصب الكمائن للقوات الراجلة ومهاجمتها بالعبوات المضادة للأفراد والإغارة عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة، وتنفيذ عشرات عمليات القنص وتفجير حقول الألغام وفوهات الأنفاق المفخخة في القوات الصهيونية وإيقاعها في مصائد معدة مسبقا في مناطق القتال. وتنوعت هذه العمليات من حيث التكتيك المتبع وعدد القوات المشاركة في الهجوم بحسب المهمة، وأسفرت هذه العمليات والكمائن عن عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو بشكل محقق، وعاد في معظم هذه العمليات مجاهدون إلى قواعدهم سالمين تحفهم رعاية الرحمن. كما يواصل سلاح المدفعية دك تحشدات العدو في كل مناطق التوغل والتحشد والتجمع داخل قطاع غزة وفي محيطه بعشرات قذائف الهاون ومنظومة رجوم قصيرة المدى، كما قصفت كتائب القسام مناطق واسعة في غلاف غزة والمدن المحتلة عسقلان وأسدود وبئر السبع وتل أبيب بعشرات الصواريخ بمديات متنوعة وفي توقيتات مختلفة. בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו, עכשיו.